صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية، يوم جديد ونهار جديد، إن شاء الله يا رب يكون حامل معه كل الخير وراحة البال لكل الناس، يا رب إن شاء الله ما يضل بيت في وجع، إن شاء الله يا رب كل القلوب يلي مليانة حزن يكللها رب العالمين بالصبر والسلوان، وأكيد دائما منقول كل الرحمة لشهداء سوريا. أمس استشهد عدد من السوريين بريف حمص جراء استهداف داعش الإرهابي، وأيضا الموت يمكن للأسف ما عم يترك السوريين وين ما كان. بدنا نترحم على كل شهداء سوريا، الشفاء العاجل لكل الجرحى. التغطية مستمرة عبر الإخبارية السورية. الزلزال كانت آثاره مدمرة وكبيرة على النفوس وعلى الحجر، وأكيد الضحايا كانت كثيرة. المساعدات ما زالت مستمرة، وكاميرا الإخبارية السورية عم ترصد بمختلف المطارات الجهود الإغاثية يلي عم توصل. ما فينا أيضا ما نذكر الجهود الإغاثية يلي عم تكون من السوريين نفسهم، من المجتمع الأهلي. عم نشوف قديش عم بيكون في حملات وتكاتف وحملات بتكبر القلب. يا رب إن شاء الله هذا الأسبوع يحمل هيك بشائر الخير، ودائما السوريين يكونوا بأفضل حال. صباح الخير رشاد. صباح الخير لك نيرمين، وصباح الخير لكل السوريين وين ما كنتوا. مثل ما قلتي نيرمين، للأسف الموت، أو خلينا نقول السوريين اليوم واجهوا الموت بمختلف أشكاله. يعني 13 سنة شفنا الموت بأشكال متنوعة، عشنا أيام كتير صعبة، تعودنا على الفقد، نفقد أشخاص كتير عزيزين على أرواحنا، ولكن اليوم كارثة الزلزال كانت مدمرة لأرواحنا قبل البناء التحتية وقبل الأرواح اللي فقدناهم. بدنا نترحم على جميع ضحايا الزلزال ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين أكيد، وبدنا نقول يا رب، يعني نحن مؤمنين قضاء الله وقدره، وهذا الشيء لازم يقوينا. يا رب تبعث لنا الصبر لنحن نقدر نتجاوز هدول الأيام بأقل الخسائر، وإن شاء الله نرجع نعيش الخير من أول وجديد ويكون بقلوبنا وبحياتنا ولكل أهلنا السوريين. يسعد صباحكم، مشوارنا الصباحي بلش معكم، خلونا نروح لفاصل ونكون بأول فقراتنا لليوم. من فجر 6 شباط رشا ومشهد الزلزال عم يتصدر، واحاديث الزلزال عم تكون على لسان كل السوريين، ومن الاحاديث عم بتكون انه هذا الزلزال هو الاعنف والاقوى من سنوات كثيره. يعني يقولوا من 200 سنه ما ضرب الزلزال المنطقه بحجم هي الشده اللي ضربها. اكيد نيرمين، يعني حسب الدراسات انه هذا الزلزال كان بشده كثير قويه، وكانت النتائج كارثيه ان كان بالبنى التحتيه وان كان بالارواح. يعني فاليوم هيك حبينا ضمن صباحنا نرجع شوي بذاكرة الزلازل، خلينا نقول، اللي ضربت سوريا. صحيح، ونشوف أقوى الزلازل يلي ضربت سوريا، وإن شاء الله يا رب ما بقى يصير زلازل. خلونا نتابع أقوى الزلازل يلي مرت على تاريخ سوريا ضمن التقرير التالي. شهدت سوريا عبر التاريخ عددا من الزلازل التي خلفت وراءها خسائر كبيرة، سواء من الناحية البشرية أو حتى المادية. ومن بين هذه الزلازل نذكر زلزال دمشق سنة 847 في 24 أكتوبر تشرين الأول عام 847، شهدت مدينة دمشق زلزالاً متعدد الضربات، إذ امتد من مدينة دمشق إلى مدينة أنطاكيا شمالاً وإلى الموصل شرق سوريا. تجاوز عدد الضحايا الناجم عن هذا الزلزال 20,000 شخصاً في مدينة أنطاكيا و50,000 في الموصل، فيما يعتقد العلماء أنه من بين أقوى الزلازل التي ضربت صدع البحر الميت في التاريخ. وإلى زلزال حلب عام 1138 في 11 أكتوبر تشرين الأول سنة 1138، شهدت مدينة حلب أحد أقوى الزلازل في تاريخ الكرة الأرضية. تسبب الزلزال في مقتل أكثر من 130,000 شخص، فيما بلغت قوته 8.5 درجة على مقياس ريختر. وإلى زلزال حما عام 1157 وبالقرب من مدينة حما بسوريا، حدث أحد أكثر الزلازل المدمرة في تاريخ المنطقة، إذ قدر عدد الضحايا بعشرات الآلاف فيما هدم كثيرا من أبنيتها. ويتصدر الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 شباط عام 2023 المشهد من حيث القوة مقارنة مع سابقيه، حيث بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وخلف مئات الضحايا ما بين قتيل وجريح ودمار كبير طال المباني السكنية.
يا رب السلام والخير يا عم سوريا الحبيبة بكل المناطق. شفنا ببداية يوم الاثنين الماضي هذا التاريخ اللي نحن أبدا ما رح نقدر ننساه وحيمرق بذاكرة الأيام فيما بعد. بهذا اليوم تسارعت جميع خلينا نقول الجهات المعنية، الجمعيات الخيرية الإنسانية لتكون متواجدة على الأرض وراحت لتضمد جراح أهالينا بالمناطق المنكوبة. شفنا مبادرات كثير نيرمين خيرية، كانت فردية كانت جماعية، كانت من دافع الغيرة والحب اليوم والخوف على أهالينا بكل المناطق. صحيح رشا، مثل ما قلتي تنوعت هي الجهود، ولكن كلها كانت عم ترمم شيء بحاجته، عم تحاول ترمم شيء بحاجته. كانوا المتضررين، الأذى كان كتير كبير للنفوس، للأجساد، للمنازل. صحيح. للمرافق العامة، مثل ما بنقول دائما يعني منضل من عيدا إن شاء الله بتتذكر وما بتنعاد، لأنه عن جد كانت تجربة قاسية. أنا بتصور يمكن ولا سوري حيقدر ينسى هذا التاريخ. صحيح نيرمين، صار أرشيف جديد بذاكرتنا، بأرشيف رح نضمه لسنوات الحرب. اليوم ضمن صباحنا رح نسلط الضوء على مبادرة إنسانية يمكن هي الأولى من نوعها ضمن أيام كارثة الزلزال، وهي تقديم الأطراف الصناعية لمتضرري الحرب. رح نعرف معلومات أكثر عن هي المبادرة، من الأشخاص اللي استهدفتهم هي المبادرة وشو كانت حالاتهم. ضيفنا لليوم هو السيد أيهم حمشو، ماجستير في تصنيع الأطراف الصناعية ومدير فريق الأيهم للتطوع. صباح الخير أستاذ وأهلا وسهلا فيك. يا هلا، صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. بداية الرحمة للشهداء والشفاء العاجل لمرضانا، ونحن مبادرة فردية، فريق صغير عم نحاول نقدم اللي نقدر عليه لحتى نرفع المأساة اللي أوجدها الزلزال. يعطيك العافية. 18 يوم. خلينا نبلش مع حضرتك مع فكرة المبادرة والخطوات الأولى، كيف بلشتوا فيها؟ بدأنا فيها فورا بعد الزلزال، طلعنا على المناطق المنكوبة. تركيب الأطراف الصناعية بده تهيئة، بده احصائيات بالقبل، بده دعم نفسي، بده الوقوف على الحالات لحتى نقدر نجيب المواد الاوليه لتصنيع الاطراف الصناعيه، ومن بعدها بنبلش بقى بالتصنيع وبنبلش باعاده التاهيل بعد التصنيع. طيب خلينا نحكي، ذكرت حضرتك انه توجهتوا للمحافظات المنكوبه، مين اللي توجه الفريق بشكل كامل؟ لا، نحن فريق موزع على 4 مراكز، في مركز باللاذقيه، في مركز بحلب، في مركز بحمص، وفي المركز الرئيسي بالشام. فتوجهنا فورا من اختصاصيين لتصنيع الاطراف الصناعيه واطباء عظميين واختصاصيين تاهيل نفسي لحتى نقوم بالخدمه على اكمل وجه. والحمد لله كان في عدد للكادر اللي توجه، عدد للفريق التطوعي اللي توجه. نحن تقريبا عددنا 20 شخص بين شاب وصبيه بمختلف الاختصاصات، اطباء عظميين، هندسه طبيه، اختصاص اطراف صناعيه، فنيين تصنيع اطراف صناعيه، واداريين. أستاذ أيهم، نحن متعودين على موضوع تركيب الأطراف والمبادرات بموضوع الحرب لمتضرري الحرب، ولكن اليوم نحن عم نحكي عن متضرري الزلزال. خلينا نحكي عن عدد الحالات يلي لمستوها، الأشخاص يلي فقدوا أحد أطرافهم نتيجة الزلزال. الأعداد اللي لهلأ وصلتنا هي أعداد بالعشرات. عم نعمل إحصائيات لنعرف تماما شو نوعة البتر، إن كان علوي ولا إن كان سفلي، فوق الركبة، تحت الركبة، فوق المعصم، تحت المعصم. العدد للصراحة يعني بس أنت تكوني على الأرض غير ما تشوفي الموضوع على الشاشات. الموضوع شوي كبير، بده دعم مزبوط، بس عم نحاول نحتويه. والحمد لله يعني عم نحاول نقدم، في كثير ناس عم تساعد. القلوب مع بعضها، هذا الشيء عم يعطي كثير كثير تسهيل. كان في اصابات كثير، قلت بالعشرات، يعني الارض دائما وقت بتكونوا متواجدين على الارض غير وقت بتوصلك الحالات، ان كان عن طريق صفحات التواصل او عن طريق الاتصال. كان مشهد مأساوي، حضرتك زرت جداً المناطق؟ جدا، المشهد المشافي مأساوي. عندنا اطفال كثير، عندنا اطفال من الهلع هربت وتركت اطرافها اللي هي اوريدي مبتوره من بساعات الزلزال ومن الخوف. بهي اللحظه اكيد ما حدا رح يفكر ب وصلتنا حاله لطفل بتر تحت الركبه، هرب ترك طرفه، الطرف تحت الانقاذ، عم نحاول هلا نتواصل مع زوي لحتى نركب له طرف جديد. عندنا اطفال صغار، يعني عندنا خداج، عندنا اطفال بعمر الزهور 2 و3. الوضع للصراحه مأساوي، كانه الاطفال اكثر
بنسمع منك طبعا بسبب الضغط بسبب الركام والحيلة بالهروب التواجد تماما. خلينا نحكي اليوم تركيب الطرف اليوم او التعامل مع الطرف المفتور لمتضرري الحرب عم يكون هو مختلف عن متضرري الزلزال ولا هي تقريبا نفس الحالات بس يعني يضاف لها المتضرري للزلزال في عندك اصابات للعمود الفقري في عندك اصابات شلل في عندك اصابات رضيه يعني تختلف شوي عن الاصابات الحربيه. الشيء اللي اكثر شيء صنعته وعم نشوف قدامنا على الطاوله يعني هذا المنظر لحاله يدمي القلب يعني مثل ما بيقولوا ثقيل يعني اليوم طفل كيف قادر يحمل هذا الجهاز؟ خبرنا عنه اكثر لو سمحت. للاصابات الشلل عند الاطفال بدل ما يقعد الطفل بكرسي مدولب بيقدر يرد يرجع يوقف ويمارس حياته الطبيعيه. بعتقد هذه من اكثر الاصابات اللي نحن عملنا احصائيات عليها بعد الزلزال كثير يعني كان فيها طلب عليها كثير كان في احصائيه كبيره للاصابات بهذا الشيء. طيب خلينا نحكي اليوم عن كيفيه هذا التصنيع عن المواد اليوم قدرتوا انكم تامنوها نحن بنعرف انه احنا بواقع حصار يعني اليوم لكل هدول المواد تماما الحصار عملنا ازمه للصراحه بايجاد المواد الاوليه اللي بتدخل بتصنيع هذه الاجهزه. طبعا في نخبه من المهندسين قدروا يعملوا لنا بدائل للمواد الاوليه المستورده والحمد لله عم نقدر نعطي اجهزه تضاهي الاجهزه العالميه بخبرات سوريه وبتصنيع محلي. عم نشوف ايضا لقطات يعني يعطيكم الف عافيه اليوم بتفرحوا القلب يعني اليوم قد ايه بيعطوا امل للانسان اللي عنده مشكله يعني بيرجع هيك يرجع للحياه من جديد. صح في كثير اشخاص رشا بيحلموا يرجعوا يوقفوا صحيح يقوموا بنشاطاتهم الحياتيه وهذا الشيء يمكن قدره الاطراف الصناعيه تحقق لهم اياه. في حاجه اليوم كبيره للاطراف الصناعيه بمختلف انواعها. خلينا نحكي عن المواد يلي عم تستخدم ضمن هي الاطراف. المواد المستخدمة عم نحاول نلاقي بديل عن المواد المستوردة بطابعات 3D. عندنا نخبة من المهندسين اللي عم يقدروا يصنعوا لنا مواد تتكيف مع حالة المريض مع نمط حياته إن كان رياضي إن كان بيمارس حياته بشكل طبيعي بينزل على شغله بيطلع من شغله. هذا الشيء عم ينعمل بشكل مخصوص لكل مريض بحد ذاته والحمد لله عم نوصل لنتائج كتير حلوة. الفيديو اللي عم نشوفه هن طرفين الكترونيات هن تم تصنيعهم بسوريا هن اول تصنيع لاطراف الكترونيه على مستوى الشرق الاوسط والحمد لله نحن مواكبين العلم وحداثه العلم عم نطلع بشكل. هي شو السيليكون؟ هي مواد سيليكونيه هي مواد كربونيه هي مواد من التيتانيوم يعني هي لازم تكون من افضل المواد لحتى انه نحن عم نكون بتماس مع المريض يعني مع انسان فلازم يكون من افضل المواد لحتى نحن ناخذ افضل نتائج. طيب بيكون في سؤال دائما انه هي الاطراف ممكن تتعرض للتلف يعني طبعاً. كيف ممكن كمان تتعامل نحن مع نعمل صيانه مجانيه بعد ما ناخذ الحاله وعم نتلافى اي مشكله تصنيعيه والحمد لله الامور ممتاز. يعني اليوم من خلال حديثك الأستاذ أيهم نحن عندنا قدرات كثير مهمة قدرات سورية عقول سورية اليوم أكيد بحاجة لدعم كرمال تقدر أن تقدم شيء متميز عم تقول اليوم على صعيد الشرق الأوسط يعني على مستوى الشرق الأوسط هذا أكيد شيء كثير مهم. هذا الدعم مفروض يكون موجود على الأرض. هل اليوم عم يكون لكم دعم إن كان من مجتمعات أهلية من جمعيات كونه اليوم الإنفاق خاص أكيد يعني وعم يتقدم مجان لكل مصابين الزلزال؟ عندنا دعم الحمد لله كثير كبير من الجمعيات الاهليه والخيريه الحمد لله بخص بالذكر جمعيه اراميون المشرق صندوق العافيه حفظ النعمه سوريا الخير جمعيه القنوات حتى في فنانين ما بيحبوا يذكروا اسمائهم عم يدعمونا بالظل. دعم فيه كثير محبه وكثير قوي الدعم اللي يعني نحن عم ناخده لحتى نقدر نوصل لهي الصوره اللي انتم عم تشوفوها. طيب خلينا نحكي اليوم عن الفتره الزمنيه اللي بتحتاجوها للتركيب هذا الطرف يعني من استلامكم حاله مرضيه معينه وصولا لتركيب هذا الطرف عند الشخص.
نحن اول شيء بنعمل دراسه، بيتدخل الدعم النفسي، بتعرفي للطفل بس يفقد طرفه بيكون في صدمه، ما بيعود يعرف يتعامل مع الموضوع، بنعمل دعم نفسي. بعد الدعم النفسي بنعمل له دعم طبي، كيف يهيئ الجزمور اللي هو الطرف المبتور لا يكون بافضل شكل لحتى يتناسب مع الطرف الصناعي، يكون بشكل مخروطي ما يضايقه للطفل او 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 للبالغ. بعد هذا الشيء بيتم دراسة أنه أفضل مواد ممكن تتركب بالنسبة للعمر، للوزن، لطبيعة الحياة اللي بيمارسها. منجيب المواد الأولية ومنبلش تصنيع. بعد التصنيع بيجي مرحلة التدريب، بدك تدربي لحتى توصلي أنت لمستوى ياخذ كل إمكانيات الطرف الصناعي، ما يكون بس طرف تجميلي أو طرف يصير يعتمد على الأطراف الأخرى بشكل أكبر. وهذا الشيء عم نقوم فيه بإذن الله بأكمل وجه إن شاء الله. يعطيكم العافية أستاذ إيهام. خلينا بس نرجع نضوي ونركز على نقطة كون نحن عم نقول لمصابين الزلزال اليوم، خلينا نتوسع أكثر بالشرح. اليوم أي حدا بده يتواصل معكم عنده حالة، شو هي الطريقة؟ وخلينا نحكي على الحالات اللي اشتغلتوا عليها، فقط أطفال أو رحتوا للشباب وكبار السن؟ هلا أي تواصل بيصير عن طريق أرقامنا أو عن طريق الشباب الموجودة على الأرض. في عنا الأستاذ باسل والأستاذ محمد عم يدوروا على المشافي ويجمعوا معلومات، عم نتواصل مع ذوي المصابين وعم ننسق مواعيد لحتى نبلش نقدم الخدمة. الخدمة بدها شوية وقت لبين ما يطيب الجراح ولبين ما نبلش نحن نجيب المواد الأولية اللازمة. الحالات أو الشرائح طبعاً الأطفال هي بالنسبة لنا أهم شريحة، صحيح. فعم نحاول نحن نستقطب أول شيء ونصب الدعم اللي عم يوصلنا أول شيء للأطفال. قدمتوا شيء؟ قدمنا لطفل بتر تحت الركبة، عم بلش تصنيع للطرف تبعه، نسي تحت الأنقاض. وفي طفل تاني عم نتابع حالته، هو بالعناية المشددة، بنتمنى له الشفاء العاجل. آمين. وعم نحاول. شو صفحتكم اليوم إذا أي حدا اليوم عم يشوفنا وعنده حالة حابب يتواصل معكم؟ مركز الأيهام للأطراف الصناعية. باللاتيني الأيهام، بتطلع المبادرة مع الصفحة مع كل الخدمات اللي بنقدمها نحن. طيب خلينا اليوم نحكي بظل هاي الجهود اللي عم تقدموها والروح الحلوة اللي موجودة عندكم للعطاء، في صعوبات عم تواجهكم بالعمل؟ أنا بدي نوه بالخط العريض أنه في مرات عم نوقف بهالمصاب الجلال، عم نوقف شوي عاجزين، عم تلمنا القلوب وعم تلمنا المبادرات الحلوة لحتى نتغلب عن المشاكل اللي عم تصير على الأرض. العقوبات أخذت كثير صدى وعم توقفنا ببعض الحالات بشكل شوي عاجزين عن خلينا نوضح أكثر عن موضوع العقوبات. عم تقصد العقوبات الاقتصادية؟ العقوبات الاقتصادية كثير أشخاص اليوم في دائما هي حالة الجدل إنه سوريا مستثناية من العقوبات، إنه العقوبات الإغاثية والطبية والصحية إلى آخره، فخلينا نوضح هاي النقطة من حضرتك. هلا نحن ما فينك، في عنا نحن كثير مواد تدخل بتصنيع الأجهزة الطبية، هاي المواد غير مستثنية. يعني هاي المواد ما عم تجي تحت المواد الإغاثية ولا عم تجي تحت المواد الطبية. في عنا مواد مفاصل نحن بنستخدمها، في عنا ركب إلكترونية، في عنا ركب هيدروليكية بنستخدمها، غير محفظ للصراحة. عم نلاقي كتير صعوبة لحتى نحصل عليها، عم نلاقي كتير صعوبة لحتى نلاقي بدائل عنا. حكيت لك إنه صار في نخبة من المهندسين اللي عم يحاولوا يلاقوا لنا بدائل عن طريق الطابعات 3D وإلى آخره لحتى نحن نوفي العجز الموجود. العقوبات بتطال البنية التحتية، فهي عم تطالنا عن طريق نحن بنستورد، فهي بمفاصل الاستيراد نحن وقت نستورد مواد أولية. هذا الموضوع أنا من هذا المنبر بحكي بكل صراحة، هذا الموضوع عم يعيق عملنا. بتمنى هذا الشيء ينظر بأمره، وباسم كل مين بيشتغل بالعمل الإغاثي والعمل الإنساني أنا بقول أنه يرجع رفع العقوبات، إعادة الموارد
لدولتنا لحتى نحن نقدر نقوم فيها ونعمرها ونعمر البشر قبل الحجر. أكيد أكيد أستاذ، اليوم هذا المطلب هو حق وشرعي، وخاصة ضمن الأزمات اللي عم نعيشها كان بسنوات الحرب، يعني قد عانينا بالقطاع الصحي، واليوم مفروض يعني العقوبة، يعني العقوبات أول شيء تكون ترفع عن القطاع الصحي، عن الأدوات الطبية اللي أنتم بحاجة تصنعون كان بهذا المجال أو مجالات تانية. أستاذ أيهم، هيك كلمة أخيرة من حضرتك لكل حدا اليوم عم يشوفنا، لكل حدا حابب أنك تقدم له هاي الخدمة المجانية ضمن الظروف اللي عم بنعيشها. نحن جاهزين لتقديم خدمة تركيب الأطراف الصناعية والخدمات الأخرى اللي بتتعلق بالأجهزة الطبية. شو هي الخدمات الأخرى كرمال هيك نوضح؟ الخدمات هي إصابات العمود الفقري اللي تحتاج إلى عمل جراحي، من انزلاقات، من ديسكات، أجهزة الشلل، أجهزة الردود، الميزابات أو الجبائر التقويمية لكامل العمود الفقري، لكامل الجهاز العظمي. ونحن جاهزين لأي اتصال أو لأي حدا بحاجة هذه الخدمة. طيب يعني بهيئ الجهود دائما رشا، بتحسي إنه نفوسنا بتقوى أكثر؟ أكيد يعني بتقوى نتيجة الزلزال اليوم، كان في كتير ضرر نفسي عند الأشخاص، وخاصة بهذا الموضوع قديه بتنهري وقت بتشوفي طفل حرم بريد بسبب ظرف، ما أنه اليوم يقدر يمشي، يقدر يحرك إيديه. فاليوم الطب والعلم يعني الحمد لله قدرنا نتجاوز هاي المرحلة، ولو بشغلات خلينا نقول أنه بديلة ما أنا خلقت رب العالمين، ولكن هي يعني عم تفي بالغلط. أستاذ أيهم كثير شكرا لك، كثير شكرا لحضورك، تحياتنا لكل فريق مبادرة الأيهم، شكرا لكم، شكرا لكل الكادر الطبي ولكل المختصين اليوم ضمن الفريق اللي توجهوا لجميع المحافظات ليغطوا الحالات اللي عندهم إصابات شلل أو فقد بالأطراف. شكرا أستاذ أيهم لحضورك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك وأهلا وسهلا فيك. أما هلأ رشا صار الوقت للروح لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلنا علي. صباح الخير علي. ولا رشا ولا ضيفكم الكريم، مشاهدينا موجز للأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد السيد الرئيس بشار الأسد في كلمة عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا أن الوطن هو المنزل، وأن حمايته واجب بغض النظر عن نوع وحجم التحدي، وبغض النظر عن الإمكانيات زادت أو نقصت. هذا ما كان منذ اللحظات الأولى للزلزال. كلمة للرئيس الأسد تناولت جوانب أزمة الزلزال الكارثي الذي ضرب سوريا وكيفية مواجهة تداعياتها. سيادته أكد أهمية الدور المتكامل للمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد في مواجهة فاجعة الزلزال وتأثير الحرب الإرهابية التي شنت على سوريا بضعف إمكانات المؤسسات في مواجهة الأزمة. هذا ما كان منذ اللحظات الأولى للزلزال، هذا الشعور العميق والشامل تجاه الوطن البيت سوريا من قبل أبناء عائلته الواحدة أفراداً ومؤسسات، وهذه الهبة الهائلة لحماية وإنقاذ ومساعدة إخوتهم المكلومين في حلب واللاذقية وحماة. الرئيس الأسد شدد على أن تداعيات الزلزال عاجلة وآجلة، وأن معالجتها بحاجة للكثير من التفكير والحوار والتكافل والتنظيم لدى مختلف القطاعات الوطنية، مؤكداً ضرورة ألا ننظر إلى تلك التداعيات كحالة منعزلة مرتبطة بالزلزال حصرا، بل كحالة تراكمية للحرب والتخريب الإرهابي وللحصار بتأثيراته. وإذا كانت هذه الحرب قد استنزفت واستنفذت الكثير من الموارد الوطنية وأضعفت الإمكانيات لمواجهة المزيد من الأزمات، فهي نفسها التي أعطت المجتمع السوري الخبرة والمقدرة على التحرك السريع والفعال في الساعات الأولى للزلزال، فكان حجم تلك الكارثة والمهام المناطة بنا جميعا أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة، لكن ما تمكن مجتمعنا من القيام به بأفراده ومؤسساته كان أيضا أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة.
الرئيس الأسد ركز على الجانب الإيجابي للمبادرات دون إفساح المجال للإشاعات وبعض ضعفاء النفوس الذين يحاولون التشويش على أهمية المبادرات ودورها، وقدم سيادته رؤية شاملة للتعامل مع تداعيات الزلزال بتسلسل مرحلي، مشيرا إلى البدء بدراسة التشريعات اللازمة لضبط التراجع الاقتصادي الذي يصيب عادة المناطق المنكوبة ويؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام. سوريا لم تكن منطقة زلازل مدمرة على امتداد قرنين ونصف، فلا المنشآت والأبنية ولا المؤسسات والمعدات محضرة للكوارث الطبيعية بأنواعها، مما جعل التحدي الأول من نوعه هو الأكبر بحجمه، ولم يعوض نقاط الضعف تلك سوى الاستجابة العالية والسريعة من قبل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد متطوعين بأعمال الإنقاذ أو متبرعين بمساعدات عينية أو مالية، مقيمين أو مغتربين، حاولوا بكل الطرق كسر الحصار لإيصال أي مقدار ممكن لمساعدة إخوتهم المنكوبين. الدفاع عن سوريا من قبل السوريين يكون بوسائل متعددة، منها ما هو دعم مادي ومعنوي، وكل حسب إمكاناته ومجاله واختصاصاته وقدراته. الرئيس الأسد دعا إلى التركيز على حقائق مشاهد البطولة والتعاضد لأولئك الذين حملوا الوطن في قلوبهم من مؤسسات وأفراد، ووصلوا الليل بالنهار حتى آخر لحظات الأمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فكانوا هم الحقيقة الناصعة للوطن. كما ثمن سيادته الاندفاع الشعبي العفوي لدعم المنكوبين بطوفان من الخير. فهل من حدث صغر أو كبر قادر على محو صور البطولة لمؤسساتنا الوطنية المدنية والعسكرية والمجتمع الأهلي والأفراد المتطوعين خلال قيامهم بعمليات الإنقاذ كخلايا نحل على مدار الليل والنهار؟ وكانوا أصحاب الفضل في كل ما أنجز، حملوا الوطن بآماله وآلامه بحماس ورضا وحب لا محدود وتضحية عظيمة، وكانوا هم الوطن بكل معانيه الجميلة وقيمه النبيلة؟ أم ذلك الاندفاع الشعبي العفوي لدعم المنكوبين بطوفان من الخير حجب عنهم العوز والسؤال؟ ذلك الاندفاع الذي تساوى فيه ميسور يعطي بلا طلب ومحتاج يقتطع شيئا من موارده وقوت يومه الذي بالكاد يكفيه وعائلته ليساعد منكوبا، فجسدوا لنا أنموذجا حيا وحقيقيا للأخلاق بأنبل تجلياتها والوطنية بأعمق معانيها والإنسانية بأرقى صفاتها. الرئيس الأسد أكد على دور المساعدات التي قدمها الأشقاء والأصدقاء لمواجهة المحنة في ظل الإمكانات المتوافرة، وشكر سيادته كل الذين وقفوا إلى جانب سوريا منذ اللحظات الأولى لوقوع الكارثة دولا وأفرادا، وخص بالشكر فرق الإنقاذ من الدول الأخرى الذين رسموا صورة الأخوة الحقيقية مع زملائهم من فرق الإنقاذ السورية. وفي خضم ألمنا وحزننا على الضحايا وفخرنا بأبناء وطننا، لا يفوتنا تقديم الشكر لكل الدول التي وقفت معنا منذ الساعات الأولى للكارثة من أشقاء عرب ومن أصدقاء، وكان لمساعداتهم العينية والميدانية الأثر الكبير في تعزيز قدراتنا لمواجهة الظروف الصعبة في الساعات الحرجة. وأخص بالذكر فرق الإنقاذ من مختلف الدول التي شاركت بفعالية وبقيت تعمل حتى آخر لحظات الأمل بوجود شخص حي تحت الأنقاض. في ختام كلمته دعا الرئيس الأسد السوريين إلى الإيمان بقدراتهم الذاتية الكبيرة والإيمان بأن التكاتف والتحلي بالإرادة هو الأساس للتغلب على الصعوبات وصنع المعجزات. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا مواصلة بلادها تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضربها في السادس من شباط، مشددة على ضرورة رفع العقوبات عنها والتي تعرقل تقديم المساعدة لها. وأوضحت زخاروفا خلال مؤتمر صحفي
أن هناك تسييسا واضحا من قبل الغرب في ملف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، حيث حصلت تركيا على مساعدات من 21 دولة في الاتحاد الأوروبي، بينما عدد قليل من قدم المساعدة لسوريا، وهذا أمر غير مقبول في المجال الإنساني. ولفتت زاخاروفا إلى مواصلة روسيا تقديم المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا، موضحة أن فرق الإنقاذ الروس أكملوا كل المهام في المناطق المتضررة من الزلزال وعادوا إلى بلادهم. وصلت إلى مرفأ بيروت باخرة إيطالية تحمل مساعدات من إيطاليا والاتحاد الأوروبي لمتضرري الزلزال الذي تعرضت له سوريا. الهلال الأحمر العربي السوري بيّن في منشور على صفحته الرسمية في الفيسبوك أنه سينقل حمولة السفينة الصليب الأحمر اللبناني ليسلمها عبر الحدود للهلال الأحمر السوري بحضور القائم بأعمال سفارة الإيطالية ماسيميليانو دانتونو ومدير مكتب المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية في سوريا لويجي باندولفي. نهاية الموجز، عودة الآن إلى نيرمين لمتابعة برنامج صباح نغير. شكرا لك علي، ومكفايين بباقي فقرات صباح نغير، ووصلنا لمساحة جديدة رح نكون فيها ضمن عالم الإنسانية، و نحن نحكي عن موضوع كثير مهم. مد يد العون اليوم هو الموضوع، حضت عليه جميع الأديان السماوية. شفنا خلال الأزمة اليوم السوري كيف كان جنب أخوه السوري، شفنا اليوم قديش كان في جهود إنسانية وإغاثية اليوم لإعانة وإغاثة كثير من المتضررين. أكيد نيرمين، اليوم مد العون مو يعني أنك اليوم تمد إيدك على جيبك وتعطيني مبلغ مادي، اليوم أنا بحاجة أنك تكون جنبي، بحاجة أنك تضمد لي جرحي اللي أنا عشته بسبب إن كان أيام الحرب إن كان بالكارثة اللي عم بنعيشها. اليوم أنا بحاجة لحدا إيجابي بحياتي، لحدا يعطيني القوة ويعطيني الإيجابية. الأديان السماوية كلها دعت للسلام ودعت للرحمة ودعت للأخوة، وكيف إحنا اليوم بظل هاي الكارثة مفروض نكون جنب بعض وجنب نتكاتف مع بعض، تتكاتف جهودنا اليوم مع جهود جميع المجتمعات الأهلية أكيد والجهات المعنية. لنحكي أكثر اليوم عن موضوع التعاضد والتكاتف ضمن هي الأيام. ضيفنا لليوم هو الدكتور الشيخ أحمد سامر القباني، عضو المجلس العلمي الفقهي ومستشار وزير الأوقاف. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. الله يسعد صباحكم أنتم وكل الإخوة اللي عم يتابعونا. أهلا وسهلا. صباحك وأهلا وسهلا فيك. دائما في كل الأزمات والحروب، إذا بنحكي خلينا هيك نسألك سؤال استفتاحي بسوريا ولنفرض، دائما السؤال دائما أو الأنظار بتكون موجهة لوزارة الأوقاف، الناس بتسأل عن دور وزارة الأوقاف اليوم، عن الأشخاص الموجودين فيها، عن المساجد اليوم وعن دورها. خلينا نحكي اليوم عن الزلزال الذي المؤلم اللي تعرضت له سوريا، ما دور وزارة الأوقاف كان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى جميع أنبياء ورسل الله. بداية اسمحوا لي باسمكم وباسم كل الشرفاء وباسم المؤمنين في هذا الوطن أن نوجه عزاءنا لأسر وذوي الشهداء الذين قضوا في هذا الزلزال. ونحن منقول شهداء طبعا لأنه نحن بتشريعنا الإسلامي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء خمسة: المطعون، والمقصود به من مات بمرض الطاعون وقاس عليه العلماء كل مرض معدي، المطعون والمبطون الذي مات بألم البطن أو جراحة البطن، والغرق، الغريق أيضا شهيد، وصاحب الهدم يلي بيموت تحت الهدم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أنه هذا شهيد، وآخر واحد هو المقاتل في سبيل الله. ونحن بنفهم المقاتل في سبيل الله بكل في كتب الفقه والشريعة الإسلامية هن شيئين: الدفاع عن الأوطان ورد العدوان. فإذا منعزي أسر الشهداء ومنقول لهم الله يتقبل هالناس اللي ماتوا تحت الهدم وتحت الردم، الله يتقبلهم بالشهداء. بنقول الله يشفي ويعافي كمان الجرحى اللي هن موجودين بالمستشفيات اللي تعرضوا لهالزلزال المؤلم،
وكمان ندعي كمان لهالناس يلي بمراكز الإيواء الله يعوضهم خير إن شاء الله، وكلياتنا معهم مثل ما تفضلتوا ببداية هذا اللقاء إنه لحنا في تعاضد وتكاتف، أظن لم يعرف تاريخ سوريا مثل هذا التعاضد والتكاتف الذي حصل في هذه الأزمة. منتقل عند حضرتك الجواب عن موضوع أين وزارة الأوقاف. طبعا سألوا كثير ناس ماذا فعلت وزارة الأوقاف. طبعا منذ اللحظات الأولى كانت وزارة الأوقاف موجودة، ويعتقد طبعا أول شيء بدنا نشكر كل الوزارات لأن الحقيقة في تعاضد وتكاتف بين كل الجهات الحكومية، وبس الجهات الحكومية، حتى الجهات النقابية، حتى الغرف الأهلية، الجمعيات الخيرية، شيء يعني اليوم بان معدن الإنسان السوري الحقيقي، الإنسان المؤمن الذي يقف إلى جانب أخيه المؤمن في هذه الأزمة. هذا زلزال مدمر تعجز عنه دول العالم كله، لكن الحمد لله ربي أكرمنا بسوريا أنه نحن في عنا الإيمان مترجم لأفعال، ما هو فقط أقوال. فأنا بدي انتقل مباشرة لعمل وزارة الأوقاف بعد شكري لكل الوزارات والفعاليات لحتى ما ننتقص من عملهم، كان أداؤهم كتير رائع. اللحظات الأولى وين بتوجه الإنسان؟ فوراً بتوجه لدور العبادة، بتوجه للمساجد، بتوجه للكنائس، لرب العالمين تماماً، لأقصد الناس اللي طلعوا من هالزلزال، وليس التوجه القلبي، يعني بتوجهوا بدون مكان يعدوا فيه. الآن عندنا في محافظة حلب 128 مركز إيواء في المساجد، هدلول مو موضوع سهل، تأمين 128 مركز. بجبل عنا 62 مركز واللاذقية مسجد في مراكز إيواء الناس موجودة فيه. في حلب 40,000 من الناس موجودين بالمساجد الآن بهال 128 مركز، 40,000 إنسان مع زوجاتهم وأطفالهم. وفي جبلية واللاذقية موجود 15,000 بمراكز الإيواء. معلومكم قديش هدول بدهم خدمة وعناية، بدهم فطور، بدهم غدا، بدهم عشاء، في معهم أطفال، أطفال بدها حليب، في ناس مرضى فبدها بدك تأمني للدواء، احتياجاتهم الأصلية اليومية، عندك موضوع التدفئة بهالبرد الشديد. فإذا وزارة الأوقاف عملت اللي بتقدر عليه من اللحظة الأولى بالمساجد وفتحت مراكز الإيواء. في نقطة طبية بكل مسجد تقدم الأدوية، وهذا الشيء طبعاً لحنا بدنا نحكي عنه لاحقاً، أنه هناك قوافل لوزارة الأوقاف باضطراب من كل المحافظات عم تطلع، لأنه مثل ما قلنا هدول 55,000 زلمة قاعدين بالمساجد، قديش بدهم جهد 55,000 اللي عندهم أسرته خمس أشخاص تعبان فيهم، يعني بقى كيف 55,000 بدهم شغل أكيد. فعم تطلع القوافل تباعا إلى المساجد من أجل أن تؤمن حاجة هؤلاء الناس. الأمر الثاني الآن الجباية في المساجد كلها، الأسبوع الأول تعرفوا نحن الجباية بتكون نهار الجمعة بعد صلاة الجمعة بتكون في الصناديق المخصصة الآن كلها للمتضررين من الزلزال. الأسبوع الأول جمعنا 2,000,000، والأسبوع الثاني الآن 2,000,000، وإن شاء الله الأمور طبعا بعد ما فتحنا حساب، ونحن بنحب نذكر الحساب تبع وزارة الأوقاف هو رقم 88 ببنك سوريا الدولي الإسلامي، اللي بيحب يتبرع لمتضررين الزلزال عبر هذا الحساب الذي يتبع لوزارة الأوقاف، فهذا الحساب موجود. ففي طبعا ايضا تبرعات اخرى غير اللي تم جمعها بالمساجد قدمت لهذا الحساب، والتفاعل كامل على مدار الساعه مع التنميه السوريه وهيئه الاغاثه العليا من اجل ان نقوم بواجبنا تجاه اخواننا. طبعا لسه في امور كثير حملتها وزاره الاوقاف، صار في شهداء كثير، وين بدنا ندفنهم؟ قدمت عقارات في جبله من أجل أن تتخذ كمقابر لشهداء الزلزال. طبعاً في عنا لحنا موضوع الأمور الدوائية، التواصل مع الشركات الدوائية، التواصل مع السادة الصناعيين والتجار من أجل تأمين ما نستطيعه من هذا الموضوع، لأنه الناس اليوم بحاجة كبيرة. في عنا شيء بدنا نحكي عليه، أنه لحنا كتير مهم لما منشوف الدور المعنوي والدور المادي، الدور المادي قدمنا اللي بنقدر عليه بوزارة الأوقاف، خصصنا العقار، آوينا الناس، أمنا لهم طعام، أمنا لهم شراب، حاولنا قدر المستطاع. الآن في مئات العائلات أسكنت في البيوت، دفعت أجرة البيوت وزارة الأوقاف. عقارين بحلب، برجين وليس عقارين عاديين،
برجين بحلب فيهم بيوت، لكن طبعا هي غير جاهزة، لا فيها نوافذ. هدول يحكوا على السوشيال ميديا انه في عنا عقارين بحلب، ليش ما تعطوهم للمتضررين؟ ما فيهم كهرباء، لا فيهم مي، لا فيهم نوافذ، لا فيهم ابواب، لسه مو خالصين. ومع ذلك تم مباشرة العمل على تجهيزهم، وضعهم تحت الإغاثة العليا، تحت يد الإغاثة العليا، لأنه ربما هي تستطيع أنه تساعد بتجهيزهم بشكل أسرع، لأنه هي متصلة كذلك مع الإعانات الخارجية اللي عم توصل، مو بس فقط الداخلية. وهالعقارين منطمن الناس أنه صاروا عند الأمانة السورية وبلجنة الإغاثة، والآن عم يتم تجهيزهم مشان إيواء الناس. إذن في مئات البيوت الآن، ما حبالغ أنا مشان ما يعني الناس يقولوا، مئات البيوت الآن ساكنة فيه الناس عم تدفع أجارهم هي وزارة الأوقاف. هذا الأمر المادي. في الأمر المعنوي من اللحظة الأولى أكيد طبعا الكنائس ما قصروا، رجال الدين المسيحي ما قصروا، شفناهم من اللحظات الأولى كانوا مع المشايخ بحلب، وشفنا أنه في ناس راحت على الكنائس. وهذا الوقت اللي ما منفرق فيه لحنا بين مسيحيين وبين مسلمين، هذا الموضوع الإنساني. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله مو المسلمون، أتقاكم أقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، أقربكم من الأخلاق، من التعامل الحقيقي الإنسان المؤمن مع أخيه. نعم. المؤمن. على ما يبدو يعني اليوم نحن عم نحكي بلسان، يعني السؤال اللي طرحنا لك هو لسان الناس يعني على المواقع التواصل الاجتماعي. نعم. وتشكر جهود وزارة الأوقاف عم تشتغل، ولكن بعيدا عن الضوء. نحن للأسف تعودنا إذا نحن بدنا نقدم هذا الألم نحن نتصور وننزله يعني. صحيح. وهذا الشيء مطب، يعني صرنا في هجوم على بعض الوزارات حتى لو عم تعمل. خلينا بلسان الشارع ولسان الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. فضيلة الشيخ، يوم 6/2 يوم الكارثة تغير، يعني تغيرت مو بس أرواحنا ونفوسنا، حتى هدول المواقع اللي نحن عم نقضي معظم أوقاتنا عليهم، صور البروفايل، صور الشخصية انشالت ونزلت بدالها صورة الزلزال. وصار في سجل بين الناس، صار في انقسامات بالآراء. اليوم حضرتك رجل دين ورجل علم، وحابين نستفيد من رأيك بهذا الموضوع. بعض الآراء راحت أنه اليوم اللي صار فينا إن كان خلال الحرب، وقالوا أنه نحن طلعنا من الحرب إسامه كان ناقص غير الزلزال يجي. هذا اليوم غضب من رب العالمين، لأنه نحن عصينا كتير، زاد الكفر، زادت الأغلاط، فرب العالمين زلزل الأرض من عنا. الآراء الثانية راحت لقى الموضوع العلماني وقالت هاد أنه علم جيولوجيا وظاهرة طبيعية. وكان في الرأي الثالث اللي آمن بالقضاء والقدر وآمن أنه نحن عم نمرق بامتحان. حضرتك رجل دين وعلم، فشو رأي اليوم الدين والعلم بهي الفكرة؟ هلا أكيد ربنا عز وجل بيحبنا، وربنا قال يحبهم ويحبونا، ليكون الحب متبادل بين العبد وبين الرب. وربنا أكيد لما بيكون أي شيء فرح يكون لمصلحتنا، لأنه ربنا عز وجل أنزل الكتب السماوية وأرسل الرسل لسعادتنا ليدلونا على الصح. ونحن بسوريا مجتمع مؤمن، مجتمع متدين بالفطرة، إن كان مسلم وإن كان مسيحي. صحيح. تلاقيه بيلجأ إلى الله عز وجل بالشدائد. ليش؟ بيحس حاله أنه مقصر. فأكيد ربنا عز وجل لما بيعطينا شيء حلو مشان نتمتع فيه، ولما ربنا عز وجل بيظهر شيء من عجائبه والشدائد على الإنسان مشان يرجع لله، أكيد القرآن الكريم يحدثنا عن ذلك. يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فورا الآية اللي بعدها، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لولا هون أداة تحضيض ليست شرطية، يعني هلا إذا جاءهم، حين جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قسوة القلب، والشيطان قال له لا أنت إنسان كويس كتير، ما في منك، أنت أحسن من كتير ناس. نحن بأمور الدين منطلع إلى من هو أعلى منا دائما لنشد همتنا، وبأمور الدنيا والمال منطلع من هو أدنى منا لنقول يا رب نحن بنعمة كبيرة كتير. فإذا هذا الموضوع القرآن حدثنا عنه، أنه لما ربنا بياخذ الناس البأساء والضراء لأنه اشتاق لصوتهم، اشتاق لدعائهم، اشتاق لأنه يكونوا بين إيديه بالأسحار.
لحتى يتوجهوا له. نحن كثير من الأحيان ننسى نذكر الله عز وجل، أحياناً منقصر بصلواتنا، أحياناً منقصر بخدمة بعضنا، فربنا عز وجل بيبعث لنا هيك شغلات لحتى تذكرنا. ولا يعني ذلك أنه مظاهرة طبيعية، كلامك اللي حكيتي صح، واللي حكوه العلمانيين إذا بدنا ننسبهم إلى العلم كمان صح، لأنه الدنيا كلها الله خلقها أسباب ونتائج كلها. بس أنا بدي أسأل سؤال، مين مسبب الأسباب؟ رب العالم. رب العالم. هلأ أنت بتقولي سبب نزول المطر، اجتماع الغمام السالب والموجب، بيكون في هواء، بيكون في كذا، ايه هاي السبب وجد، يعطوك تنبؤ انه اذا غالبا حينزل مطر، تمام صحيح. إيه بس هلا مين اللي بعت الريح ومين اللي بعت الغمام؟ رب يعني العالمين. هي حركات الارض تماما، هي الطبقه التكتونيه او طبقه قشره الارض عم تنزاح 3 امتار هلا صارت باتجاه اوروبا تركيا. طيب ايه بس مين اللي عطى الامر لهالارض تنزاح؟ فإذا هو أسباب ونتائج، لكن الله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أنا بس بدي أقول شغلي، بدي أعرج على كلمة السيد الرئيس يلي حكاها، قال نحن في هذا الوطن مسلمين ومسيحيين، نحن مؤمنون بالله، والإيمان بالله يعني الإيمان بإرادته سبحانه وتعالى، والإيمان بإرادته أنه ربما يأتينا شيء نحبه وشيء لا نحبه، ولكن مع ذلك نحن بشكل دائم نؤمن أنه قضاء وقدر. صح. فإذا استطعنا، يقول السيد الرئيس، أن نأخذ الحكمة من هذا الذي حصل، وصلنا إلى الحكمة الإلهية، عقلنا وصلنا أنه هي الحكمة الآن الإلهية، منها أنه نرجع إلى الله عز وجل، نحب بعضنا أكثر، مجتمعنا يمكن السوري بالأزمة صار في شيئين متضادين. الشيء الأول هو محبة الناس لبعضها زادت بكثير من الأحيان، وصار في شرخ كثير لأنه صار في ناس متباعدة إن كان بالأجساد وإن كان بغير الأجساد. لكن عم يقول السيد الرئيس إذا أخذنا الحكمة فهذا بيكون شيء كثير رائع، إذا ما استطعنا نأخذ الحكمة على القليل لحنا نتعلم درس من يلي صار معنا، شلون بدنا نتعامل مع بعضنا. أنا هذا بيقودني للحديث مباشرة إلى الفكرة الثالثة. هلا الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، القرآن الآية تقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربنا قال بالقرآن فعال لما يريد، ونحن عبيد لله عز وجل، لكن ربنا عز وجل دائما بيحبنا نفكر، وأول كلمة نزلت بديننا اقرأ، بيحبنا نقرأ نتعلم، وذكر القلم في أول الآيات نزلت بالقرآن، الذي علم بالقلم. بعدين ربنا عز وجل حثنا كثير على موضوع العلم بالقرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة، والعلم والعلم الشرعي، لا طلب العلم بكل أنواع فريضة على كل إنسان مسلم وكل إنسان مؤمن. طيب بس لحنا نسأل سؤال، هذا يلي صار ليش ما يكون محنة لكن فيها منحة؟ ليش ما يكون ظاهرها نقمة لكن فيها نعمة؟ يعني سؤال، ليش ما منقول لحنا أنه يمكن الملف السوري كان معقد جدا جدا، والله عز وجل من عنده قال الملف السوري ما بتنتهى مشكلته لحتى يصير شيء يخلي هالناس تتوجه بقلوبها وأفئدتها وأفكارها كلها تجاه بلاد الشام المباركة، تجاه سوريا الحبيبة. إذا نحن خلينا نقول كمان أنه نحن ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا المستقبل بإيد رب العالمين. لحنا متفائلون جدا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحب التفاؤل بالأسماء بالأشخاص بالوجه الحسن باسم البلد اللي مر عليها، وكان يغير الأسماء القبيحة ما كان. فلذلك نحن منقول تفاؤلنا إن شاء الله أنه إن شاء الله بتكون هي آخر محنة بتمر فيها سوريا، ونحن قادمون الآن بإذن الله سبحانه وتعالى على فرج قريب. نحن هيك رجاءنا بالله إن شاء الله يا رب إن شاء الله. يعني مثل ما ذكرت حضرتك الإنسان مفطور على حب الحياة وعلى التفاؤل. في بعض الأشخاص شفناهم اليوم صاروا ينشروا ويكتبوا أنه نحن عم نحس بتأنيب الضمير ليش نحن عايشين بعد الزلزال. في حال اليوم صارت عند الأشخاص من التأثر والتألم على الأشخاص يلي راحوا ضحية الزلزال، بنلاقي أشخاص أيضا للأسف موجودين هنن
بس مشككين بأي نوايا عم بتكون على أرض الواقع. إجت إغاثات، هاي الإغاثات لوين راحت؟ تبرع قليل، تبرع كتير. خلينا نرجع اليوم للأخلاقيات، ونحن دائما من الدين بناخذ وبنستمد الأخلاقيات. شو الأخلاقيات اليوم اللي لازم يتمتع فيها المجتمع بظل الزلزال؟ بدي أقول لك شغلة، منافقون موجودون في كل مكان وفي كل زمان، حتى بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة كان في منافقون، وكان عملهم التشكيك في كل شيء. لذلك نزلت آية قرآنية: لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم فلا يجاورونك فيها إلا قليلا. إذا ما بيضبوا لسانهم وبيسكتوا عن التشكيك بكل شيء، بدنا نقول لك يا محمد هدول طالعوا من المدينة، لا يستحقون أن يبقوا في المدينة. هاي الصورة اللي عطانا إياها القرآن موجودة بكل زمان ومكان سيدتي. ما هذا لا يمكن دائما. قال الإمام الحسن البصري: لا بد لكل إنسان من عدو، إذا كان خيرا عداه الأشرار، وإذا كان شريرا عداه الأخيار، لأنه الأخيار ما بيحبوا الشر. فإذا نحن بمجتمع اليوم التشكيك فيه موجود، ما بدنا نحن ننكر، لكن الإنسان إذا ما بدك تشتغل بس على القليل ممكن أنك تخلي الناس تشتغل. وهلأ مبارح وصلتني شغلة جديدة، قال صحيح أنه والله الدولة عم تأخذ 50% من كل شيء تبرعات عم يجي من الجمعيات الخيرية ومن الجهات النقابية ومن الإغاثة، عم تأخذ 50% منها. قلت لهم نحن يعني ما بكفينا أنه حكيتوا على الناس عم تسرق الإغاثات، هل كنت تحكوا على الدولة؟ لك إحنا مين إلنا ملجأ الآن إلا الحكومة والدولة؟ صحيح. هي الدولة اللي عم تقود هذا العمل الإغاثي، مشان شو بدها تأخذ 50% الدولة منه؟ يعني كلام غير منطقي، كلام اليوم لحنا عم يصبطوا الهمام، عم يأدوا للناس. صوري إنسان بده يتبرع، تيجي تقول له هالحكي، شو بيقول لك؟ بطلت. صحيح. مزبوط هالكلام؟ يعني هذا المشكك عليه وزر من الله عز وجل كبير كتير. منع الخير. مناع للخير، القرآن معتد أثيم، معتدي بهالكلام تبعه وأثيم ويمنع الخير. فلحنا منقول هذا الكلام كلياته لحنا غير صحيح. نرجو أنه لحنا نكون ناس إيجابيين، ما نكون ناس سلبيين، نأرجي للناس الوجه الحسن لسوريا. أنتوا ما تنسوا أنه بهالكلام هذا أنتوا عم تعطوا وجه غير حضاري للناس اللي عم يسمعونا من برا. ما صار في مواقع سوشيال ميديا عم خارج سوريا عم تتكلم عن هذا الموضوع. صحيح. لو ما أنتوا بلشتوا بهذا الموضوع تحكوا ما كانوا حكوا هني. لذلك لحنا أكيد دائما النجاح لحنا شوفي هلأ، أنا اسمحوا لي أعمل مقارنة صغيرة. فضل. التركية قديش كم بلد تبرعوا لها أو حصل إغاثة إلها؟ مئات. صحيح. الطيارات اللي نزلت فيها بالآلاف. سوريا جتنا مساعدات خارجية، قارنيها مع بعضها شو بيكون إجا لسوريا؟ واحد بالمئة من ألف ربما يلي إجا لتركيا. صحيح. لاحظي احنا في عنا أزمة، بس لاحظي الحمد لله يعني بتحسي تقولي 60% 70% تجاوزناها من فضل الله عز وجل بهالجهود الخيرة للسوريين ولهالناس اللي وقفوا معنا. المجتمع الأهلي والتكافل تكام، بس يعني اخذي حجمها بمناسبة بالنسبة للي قدموه لتركيا بتلاقيه صغير كتير. إذا احنا خلينا ننظر إلى دائما ربنا عز وجل علمنا أن نفعل الخير وأن نقود الخير وأن نكتم الشر. يعني إذا إنسان شاف شيء غلط واضح علمنا الإسلام أنه نستره، قال عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. لك هو هذا الإنسان سيء ومع ذلك أنت ما بصير تحكي عنه إلا أن يضر الناس ويجاهر بفسقه بين الناس ويبين أنه هو عم يعمل الشر وكل الناس متضايقة منه. هذا صرنا بدنا ننبه منه، ما عدا ذلك ما بيجوز الإنسان. بأشلون إذا كان موضوع خذ دع ما سمعت وخذ ما رأيت، خذ ما رأيت ودع ما سمعت به. إذا شفت بعينك احكي والله هيك عم يقولوا، خذ ما رأيت ودع ما سمعت به، في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. يعني الحمد لله الخير كله اللي شايفينه قاعدين بدكم تحكوا تشككوا على مستوى. لحنا
هدلول الناس بصراحة ما بدنا نعطيهم أكبر من حجمهم، لأنه كل ما أثرنا هذا الموضوع بيكون حصلنا لهم مرادهم على مواقع السوشيال ميديا، هن بدهم يعملوا تفاعلات، اللي بده يجيب لايكات، اللي بده يجيب مشاهدات، نحن بغينا عنهم، نحن عملنا عمل حقيقي على الأرض، السوريين أنجزوا عمل حقيقي على الأرض، وإن شاء الله قادمات الأيام هي اللي بتوضح شو عمل السوريين. حتى فضيلة الدكتور شفنا بروفايلات كانت وهمية انعملت بوقتها، يعني وعن تجربة شخصية أنا من عن طريق صفحتي، يعني صاروا يتخلوا، كنت كاتبة عن مواد إغاثية واصلة، فصاروا ينزلوا أنه هذا الشيء كذب، هذا ففت عن البروفايل لقيته هو وهمي وقافل الحساب. فهي كانت سياسة ممنهجة لضرب والتشكيك بالمساعدات اللي عم تصل لهون. خلينا نبقى بالمجال الإنساني والأخلاقي. شهدنا فزعة كتير حلوة من جميع الأخوة السوريين. صح. مثل ما قلت، إذا قلنا رب العالمين اليوم كان قدرنا أنه نحن نعيش ظروف هاي الزلزال، رب العالمين أعطانا الحب، أعطانا هاي الفزعة، يعني خلقت فجأة. نحن عشنا سنوات حرب ما شهدناها بهذا الكم، يعني فهو أعطى، يعني أخذ وأعطى، يعني شيء اليوم، يعني كيف نحن قادرين نحافظ على هاي الأخلاقيات، وشو بيمنع أنه تبقى لبعد ما نتجاوز هاي الأزمة؟ نحكي لك شغلة، أنه هناك حافظ ومحدث من المحدثين اللي كانوا يحفظون مئات الآلاف من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الموثقة والصحيحة، اسمه ابن أبي الدنيا. هذا ابن أبي الدنيا ألف كتاب كامل سماه قضاء الحوائج، هيك سماه، ذكر فيه الآيات والأحاديث اللي تتكلم عن قضاء حوائج الناس. يذكر فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل سأله سؤالين، وأنا بدي أعلق على ذكاء هالرجل. السؤال الأول قال له من أحب الناس إلى الله، دغري راح على الآخير، يعني خلينا بقى من الوسائل، بدي الغايات، من أحب الناس إلى الله، مين أكثر واحد الله بيحبه. والسؤال الثاني ما أحب الأعمال إلى الله، كمان سؤال رائع ذكي، سؤالين ذكيين. متوقع الإنسان أنه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له والله أحب الناس إلى الله أكثرهم صلاة مثلا، مع أنه الصلاة شيء رائع جدا، أكثرهم صياما والصيام شيء رائع، أكثرهم حجا وعمرة، لا، قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. خلينا نوقف شوي عندها، معناته الموضوع موضوع تكافلي، القرآن والشرع والأديان السماوية والرسل كلياتهم أجوا مشان يقولوا أنتم أهم شيء ممكن تقدموه لبعضكم أنكم تحبوا بعضكم، فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مؤمن، تكشف عنه كربا أو ترد عنه جوعا أو تقضي له دينا، ولا أن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. شيء رائع جدا، إذن قضاء الحوائج له القصب السبق في التعاليم الإلهية دائما. فهذا الشيء لحنا كسوريين الحقيقة، كمؤمنين لحنا عشنا هذه المرحلة، ونسأل الله عز وجل أنه تبقى مستمرة معنا، وأكيد عملت شيء هالأزمة، عملت شيء بالسوريين، وإن شاء الله رح نبقى مستمرين، لأنه هالوطن هو إلنا جميعا، ولحنا اللي بدنا نبنيه، وإن شاء الله ربنا عز وجل نرجع نقول أنه يعني نسأل الله أن يكون عونا ومعينا لهالناس يلي ضررت بيوتهم بهالزلزال، وأن يرحم الشهداء. آمين. وأن يعافي الجرحى. آمين. إن شاء الله. هيك اليوم حديثك يعني جدا شيق، أثلجت قلوب كتير ناس اليوم عم تشوفنا، يعني اليوم نحن بحاجة لهي السكينة بعز العجقة الحزن اللي عم نعيشه. دائما تقرب لله أكيد هو الحل الوحيد بكل مشاكل حياتنا، ويا رب يكون هيك قضاء الحوائج قريب، ويكون الشيء اللي صار قربان إن شاء الله لخلاص سوريا. شكرا دكتور. شكرا لك فضيلة الشيخ لوجودك معنا، ولكل اليوم الصراحة والبساطة اللي كنا عم نحكي فيها اليوم، بتصور كنا قدرنا نكون قريبين للناس. شكرا كثير لك. أما هلأ رشا رح ننتقل لمساحة جديدة من مساحات صباحنا غير، ونروح فيها لمعلومات عن الزلزال بهل تعلم. دائما يبحث الكثيرون عن هل تعلم عن الزلازل. الزلزال هو عبارة عن اهتزاز يحدث بشكل مفاجئ في سطح الأرض بسبب عبور موجات زلزالية
عبر طبقات الصخور الموجودة في باطن الأرض. هل تعلم بأن الهزات الارتدادية يمكن أن تستمر لشهور بل لسنوات؟ هل تعلم تحدث الزلازل في نصف الكرة الشمالي أكثر من نصفها الجنوبي؟ هل تعلم لقد تم استبدال مقياس MMS بمقياس ريختر لقياس قوة الزلازل؟ هل تعلم بأن الزلازل لا تحدث تحت الأرض وإنما تحدث في قشرة الأرض؟ هل تعلم بأن هناك علامات تدل على اقتراب حدوث زلزال؟ مثل قرص الشمس يصبح أكثر احمراراً، زيادة نسبة الأبخرة في الجو، سماع أصوات من باطن الأرض، حركة غير طبيعية للحيوانات، حدوث عواصف وغيرها من الاضطرابات الجوية التي يصحبها هدوء، الشعور بدوار في منطقة الرأس، تساقط كميات كبيرة من الأمطار. وأخيراً، هل تعلم بأن اليابان من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، وولاية كاليفورنيا الأمريكية تعرف بأنها عاصمة الزلازل في العالم؟ رح نبقى بتقاريرنا الميدانية وحنروح لمدينة اللاذقية لنشوف اليوم مبادرة أطلقها أخوين مثل كثير من المبادرات السورية اللي عمل المجتمع الأهلي والمجتمعات الاجتماعية إن كان من مؤسسات ومن جمعيات خيرية. اليوم الأخوين عملوا مطبخ اسمه مرتكوش وقدموا من خلاله الوجبات الغذائية لكل حدا متضرر بالزلزال. خلونا نكون بتقريرنا بمعلومات أكثر. الشباب السوري عطاء لا ينضب ليتجلى هنا في اللاذقية بصورة المطبخ الميداني التي يطلقها الأخوين مردكوش لتقديم الوجبات الغذائية للمتضررين والمنكوبين. هلا هي بلشت فكرة وقت اللي صارت اليوم الأسود ما سميناه، فأنا كشخص عندي صفحة على الفيسبوك فحاولت استغل هيدي الشهرة بطريقة حلوة يعني. فحكاني شاب رفيقي قال لي في الموضوع كذا كذا، في فكرة براسي هيك الموضوع، قلنا له جاهزين. قدمت من عندي المستودع والناس أهل الخير قدموا الغازات وقدموا الحلال وبقى صارت من وراء بوست يعني. فأنا طلبت مساعدة على الفيسبوك والحمد لله أنا ما توقعت المساعدة تكون بهالطريقة يعني. فهلا مكملين إن شاء الله يعني مساعدات الناس وهي شعبية بحتة. بلشنا بوجبات يمكن لا ما بتزيد أكثر من 100 شخص والحمد لله شوفت عينكم هلا من لحق ل 2500 شخص. الامداد اهل الخير كثير، بلدنا الحمد لله فيها خير. جمعنا هذا البيت ثلاث اشخاص، نزلنا نظفنا المحل، عملنا الطبخه اول يوم ووزعناها بنفس الساعه. بلشت الامدادات لانه عن طريق الفيس تواصل اجتماعي. من السلاميه جيت لهون على طير على هيدي المشاركه مشان عملوها كرمال دحن عن طريق الفيسبوك. بصراحه رفقاتي دلوني على الشاب اللي عامله غزوان واحمد وهيدول، دليت عليهم وجيت لعندهم لهون اشتغلت معهم. هي حاله تطوعيه تتجسد فيها اهميه دور المجتمع الاهلي وتكاتفه في زمن المحن والصعاب. وصلنا لختام صباحنا غير لليوم رشا، رح نختمه بالعمل التطوعي والإنساني. دائما عم نحكي قديش في جهود مثمرة عم تكون على أرض الواقع وقديش عم تكون متنوعة من مختلف الجهات. أكيد نيرمين، اليوم الملفت يعني بالموضوع أنه اليوم بصباح الزلزال اليوم جميع المؤسسات والجمعيات راحت للمبادرة من دون دعوة من أي جهة رسمية، وشفناها توجهت فورا للمحافظات السورية وقدمت كل شيء قادراني أن تقدمه إن كان من الجهة المعنوية أو من الجهة المادية. صحيح، المبادرات كانت عديدة ومتنوعة واليوم رح نحكي عن مبادرة كانت موجودة على أرض الواقع من أيام الحرب وأكيد عملها استمر وبدأ من أول يوم بالزلزال. رح نحكي عن مبادرة أهل الشام وبيسعدنا نستضيف نورة السيروان أمين سر مؤسسة مبادرة أهل الشام. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. الحمد لله على سلامتكم ويعطيكم الف عافيه بدايه. يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا شهدائنا الابرار
والشفاء العاجل للجرحى والسلام آمين. والأمان لسوريا الغالية والعزيزة. آمين. خلينا نروح فورا لصباح يوم الاثنين، هذا الصباح الموجع كان. خلينا نحكي عنكم بشكل شخصي، عن استجابتكم لهي الكارثة، كيف بلشتوا وكيف اتجهتوا؟ حقيقة منذ الساعات الأولى في صباح يوم الاثنين، هذا التاريخ اللي كان مؤلم على كل سوري مرفي، في تمام الساعة الرابعة و17 دقيقة صباحا كنا متواجدين على الأرض من بعد قليل من الزلزال. حقيقة كانت استجابتنا سريعة وطارئة لإغاثة الأهالينا وأخوتنا في المحافظات السورية. نعم. حقيقة كان كونه نحن اليوم بأسس مبادرة أهل الشام أعضاء في اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة ريف دمشق، فكان تنسيقنا مع السادة المحافظين والسيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لدراسة الاحتياج في المناطق المنكوبة، حيث تم تشبيك مع جمعيات المجتمع الأهلي في المحافظات المنكوبة. بدأنا في محافظة اللاذقية حيث تم التشبيك مع جمعية كبارنا، درسنا الأدرس والاحتياج هنيك. نحن اليوم القوافل تسيرت حسب الاحتياج. ما. الشيء الملفت وهذا الشيء مغرب عن مجتمعنا السوري، وهذا الشيء شفناه من خلال شبابنا، من خلال اللحمة الوطنية اللي شفناها من خلال الشباب السوري. يعني اليوم من الساعة 6 أو 7 صباحا صارت الناس تبادر وتدق، نحن شو فينا نقدم، نحن شو فينا نساعي قبل ما ننزل أي بوست على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه نحن اليوم شو فينا نعطي، إن كان أنا بدي عندي مثلا شركات خاصة، أنا اليوم شو فيني أقدم شركات شحن، شو فيني أقدم اليوم أنا كشباب، شو فيني أقدم. شفنا طلاب المدارس الخاصة بادر وساعد وساند وعملوا مبادرات بينات بعضهم البعض لإغاثة الأهالي. بصراحة استوقفتنا كتير مشاعر خلال هالأيام هاي اللي احنا فيها، شفنا المساعدات نقول من كل حد من وصل. صحيح. يعني المساعدات الغذائية، العينية، الألبسة، وتم كمان تسيير قوافل إلى محافظة حلب. نعم. بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الخيرية في حلب، وحتى تم دراسة الاحتياج هناك، وإلى محافظة اللاذقية حما بالتنسيق مع الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية في حما. حقيقة اليوم التسيير القوافل كان بشكل مدروس، عم نشوف اليوم شو دي الاحتياج بهذه المنطقة الثانية. فاليوم كانت بصراحة اليوم الاحتياج كبير كان، وما زلنا مستمرين في هذا الموضوع. يعطيكم ألف عافية. أكيد. خلينا نحكي أكثر، اليوم 6 قوافل توجهت لمختلف المحافظات السورية اللاذقية، حما وحلب، بعد حوالي 12 أو 13 يوم من الزلزال. عمل يمكن مختلف الجمعيات تنظم أكثر، صارت بتعرف يمكن كل جمعية شو الاحتياجات أكثر على أرض الواقع. بالنسبة لمبادرة أهل الشام، كيف تغير أو كيف عم تغيروا لما تعملكم بعد هاي الأيام من حدوث الزلزال؟ هلأ كان استجابتنا بالأيام الأولى مثل ما ذكرتي حضرتك أنه استجابة سريعة وطارئة كونه في إغاثة. نحن عم نتوجه اليوم بالتنسيق مع اللجان الفرعية للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أنه اليوم هدول الأشخاص فيما بعد هن اليوم بدهم بيت، بدهم سكن، بدهم شيء أو في بيعدوا فيه. فنحن عم نتوجه اليوم ونزلنا على وسائل التواصل الاجتماعي، نحن اليوم نساعد هدول الأشخاص لتأمين سكن لهم، لتأمين ولو بيت خلينا نقول يقدر يقعدوا يعدوا فيه قد ما قعدوا بمراكز الإيواء. أهم شيء تمام على الأجارات. هذا نحكي على الأجارات اليوم. حقيقة اليوم تنسيقنا كمؤسسة مبادرة أهل الشام عم يكون على الأرض هنيك بالتنسيق مع قد ما احنا اليوم في جمعيات المجتمع الأهلي هناك على الأرض موجودين. وبدي أنا كمان من خلال من قناتكم الكريمة طمن السادة المشاهدين وكل ما عم يسمعنا أنه اليوم كتير كم حكي أنه موضوع المساعدات وصلت وإلى آخره أو ما وصلت. اليوم صار فريق، طلع فريق من عنا من مؤسسة مبادرة أهل الشام بالتشبيك مع اللجان الفرعية للإغاثة والوزارة لهناك لتسليم المعونات لأهلها، لتسليم المعونات لهنيك للأشخاص. فاليوم صراحة كل يوم عن يوم هالعشرة أيام أو 12 يوم اللي كنا مارين فيهم كانوا إغاثة وكانوا احتياج كبير. هلأ فيما بعد عم نخطط ونشتغل ونشتغل ضمن خطة مدروسة. فهذا التوجه الآن نروح اليوم نحن لأخواتنا وأهلنا بالمحافظات الثانية بدهم مأوى اليوم يعدوا فيه.
يمكن هي اهم نقطه اليوم مفروض انه يصير الشغل عليها. يعني يعني احنا بنعرف من حالنا قد ما قعدوا بمراكز ايواء او حدا استضافه من قرايبهم، فبالنهايه يعني بدهم يرجعوا لاستقرارهم. فبنتمنى اليوم هيك بهمتكم وبهمه اليوم الجهات المعنيه يكون هذا الموضوع هو الاهم خلال الفترة القادمة. نور، حكيت نقطة كنت عم تقولي إنه المبادرة بلشت فورا، يعني شبكتوا مع حدا من الجمعيات؟ كان في تواصل بينكم وبين جمعيات أخرى؟ كان في داتا أمامكم عم تشتغلوا عليها؟ حقيقة مثل ما ذكرت اليوم كان تشبيكنا مع جمعيات المجتمع الأهلي في المحافظات المنكوبة فقط، وبالتنسيق مع اللجان الفرعية للإغاثة وبالتنسيق مع اللجنة الفرعية الإغاثة في محافظة ريف دمشق ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. حقيقة اليوم تشبيكنا كان ودعمنا كان دعم مع نقدي وإغاثي من المتبرعين ورجال الخير في هذه البلاد، ودعم معنوي من الجهات الحكومية. يعني منذ الساعات الأولى أنه نحن اليوم تواصلوا معنا الجهات الحكومية أنه نحن أي دعم أي تسيير أي تسهيل لأي شيء بدكم إياه مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومع السادة محافظة دمشق. فاليوم كان بصراحة تشبيكنا مهم مع الجمعيات، إن كنا الجمعيات إنك موجودين على الأرض واللجان الفرعية للإغاثة كانوا موجودين على الأرض، فدرسنا الاحتياج. يعني مثلا في محافظة حلب بعتنا قائمة نحن اليوم شو الاحتياجات اللي بدنا إياها، في محافظة اللاذقية كذلك، في محافظة حما. فكان التخطيط والتنسيق مدروس ومنسق يعني مع بالتشبيك مع هؤلاء الجهات. طيب الصعوبات اليوم اللي عم تواجهكم على أرض الواقع؟ هلا ما في عمل ما في له صعوبات. اليوم بصراحه كلنا واجهنا صعوبات لانه اليوم ما كنا متوقعين، يعني انه اليوم خلال هالدقائق الثواني انه تتغير مسار او اليوم يصير هذا الزلزال الكبير. بس بعد ما بعد الضيق الا الفرج ان شاء الله، وعم نشوف ان شاء الله عم يكون في تنظيم اليوم كونه عم يكون في كتير جمعيات ومؤسسات وناس فاعل على ارض الواقع، عم يكون عم تحس في تنظيم صار بالمناطق المنكوبه من حيث توزيع المساعدات والاعانات؟ هلا هذا الشيء عم يكون في تنسيقنا له مع اللجان الفرعيه للاغاثه ومع اللجنه العليا للاغاثه ووزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل. ما عمل هي القصه يعني هي محبه، احنا بنعرف انه محبه، ما عمل شويه فوضى يعني صارت هلا ما في من البدايه اليوم خلينا نقول في فوضى، بس فوضى منظمه كانت. يعني كله عم يبادر ويعطي ويساند، يعني ما حقول فوضى، هي عباره عن اليوم مبادره. اليوم مصاب كبير، الالم كبير، فاليوم اكيد انا اليوم شفت اخي السوري، شفت اي شخص اليوم متضايق راح بيته بده ياكل. يعني احنا اليوم شعبنا شعب حنون وشعب عاطفي صحيح، وشعب عنده اللحمه الوطنيه كثير كبيره. فاليوم اكيد بده يبادر ويشتغل ويساعد ويساند، بس اكيد كلهم عن اليوم عم تتنظم الامور اكثر واكثر. هي يمكن بالايام الاولى كانت في حاله تضارب اليوم بموضوع الاغاثه، عدد الفريق اليوم والمتطوعين كافي؟ وإذا بتحب اليوم هيك توجه رسالة لكل المتبرعين اليوم. هلأ اليوم أول شيء بدي أشكر كل الإخوة المتبرعين وشبابنا السوري ونسائنا وكل الأشخاص اللي اشتغلوا وبادروا، بإضافة أكيد الدعم، شكر كبير لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمال والسادة المحافظين في جميع في المحافظات، ولفريقنا فريق التطوعي اللي كان عم يشتغل على الأرض، كان عمل متواصل 24 ساعة عم يشتغلوا بصراحة، عم يشتغلوا بمحبة. يعني اليوم انه انا قاعد بعد دوامي كذا، بالعكس قاعد بدي ساند بدي ساعد. حتى شفنا اليوم تشبيه مع غير فريق تطوعي، يعني اليوم يجوا اشخاص نحن شو فينا نساعد، فينا نقعد نكون معكم هون، نكون معكم هنيك. شفنا كمان كان في عندنا تشبيك مع مدارس خاصة، اجوا طلاب عملوا مبادرة بينات بعضهم البعض لهالاطفال. فبصراحة شكرا لكل من عم يقدم ويساعد ويساند لهاللحظة، ونتمنى السلام والأمان لسوريا الغالي. آمين نور، شكرا لكم، شكرا لكل شيء عم تقدموه. شكرا، هذا واجب، هذا واجبنا، وهذا واجبنا، ولازم نحن يعني أكثر من واجبنا، وأكيد مستمرين وعم نشتغل، ونرحمة أكيد لشهدائنا، هذا أقل شيء من قدمه، وشفاء العاجل للجرحى، والسلام والأمان لسوريا الغالية والعزيزة. وشكرا لكم للاستضافة الكريمة يلي كان عم تضوي دائما على كل شيء عم نكون واجبنا واكب بكل التطورات اللي عم نشتغل عليها. الله يقويكم ومبارك جهودكم دائما. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. اهلا وسهلا. شكرا رشا، وصلنا لختام صباحنا غير يعني بالختام بدنا نقول ان شاء الله يا رب
بقيه هذا اليوم وكل يوم تحملكم كل الخير والرزق، وان شاء الله يا رب تحمل راحه البال وما يضل بيت سوري في حزن او زعل. خلونا نساعد بعضنا، خلونا بالكلمه الحلوه، اذا ما في كلمه حلوه على القليله نحن ما ننقل الطاقه السلبيه لغيرنا، ما نخفف عزيمه غيرنا، ما يعني نحاول قد ما فينا رشا باي طريقه، يعني نزرع مثل ما بيقولوا خير، وخصوصا بهذا الوقت. كنا عم نحكي انه اليوم المساعده مو بس مساعده ماليه، نحن بحاجه لكل شيء حلو بحياتنا خلال هي الفتره يلي عم نعيشها، وطالما نحن عندنا صبر مؤمنين بقضاء الله والقدر فنحن رح نتجاوز هي الازمه اذا الله راد. كونوا بخير، باي 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 باي.